دلوقتي جه ميعادنا مع اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده باذن الله، نتابعها مع حضراتكم من خلال هذا التقرير. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فمركز الطفل للحضارة والإبداع هيطلق مهرجان الفنون والحرف التراثية في دورته الثامنة، واللي بيهدف لإلقاء الضوء على الموروث التراثي المصري وأهميته في تشكيل ملامح المجتمع والحفاظ على هويته، وكمان تشجيع الصناعات المرتبطة بالحرف التقليدية. النهاردة جامعة حلوان هتعقد المؤتمر الدولي الأول لبرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي. البرنامج ده بيتم بالتعاون بين جامعة لودفيغسبرغ للتعليم في ألمانيا وجامعة حلوان، وبيستهدف تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات في مجال إدارة التعليم الدولي، وكمان بيمكن المشاركين من وضع الاستراتيجيات وكذلك تطبيق معايير الجودة وتبني الأفكار المبتكرة لعمليات التعليم الحديثة. النهارده فريق النادي الأهلي هيواجه نادي ريال مدريد الأسباني على استاد مولاي عبد الله بمدينة الرباط في المغرب، وده هيكون الساعة 9 بالليل بتوقيت القاهرة في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.